بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 80 اللي خاص بأساسيات السي شارب. اليوم رح نحكي عن Some Useful Methods of List Collection Class. أنا محمد إماد عرفي. في هذا الدرس رح نتعرف على بعض الميثود اللي ممكن إنك تستخدمها بالList Collection Class. بالبداية رح نبدأ بالميثود اللي هي اسمها True for All، وهي الميثود بترجع لك إما True وإما False بالاعتماد، خلينا نحكي على function أنت بتحطه، بحيث إذا كانت كل الـ items اللي موجودة داخل هاي الليست حققت هذا الكونديشن رح يرجع لك مين true، إذا ما حققت هذا الكونديشن بالتالي رح يرجع لك مين false. بالبداية خلينا نجي نعمل هنا مثلا، خلينا نجي نحكي مثلا أنا لو بدي أعرف إنه هل كل الكاستمرز السالاريز تاعهم مثلا أو الإمبلويز تاعهم مثلا بيكون أكبر مثلا من 5000 ولا لا؟ الحال إنك تعمل for each loop بتلف عليهم object object، لكن بإمكانك إنك تستخدم هي true for all، فبالتالي هاي الميثود راح تساعدك بشكل كبير. فبالتالي لو جينا نحكي عندنا هون بإمكانك إنك تيجي تحكي اللي هو list customers dot اللي هي true for all، ولاحظ إنه هاي الميثود شو مالها؟ بترجع لك بتأخذ predicate أي condition وهو من لامدا يعني لينك كود، بعد هيك رح ترجع لك داتا تايب من نوع مين؟ من نوع بوليا. فبالتالي عندي هنا بامكانك انك تكتب اللي هو لينك كود زي ما احنا شايفين، بامكانك تكتب هون مثلا اكس دوت مثلا السالري، بدي اللي هو هل كل الكاستمرز السالري تاعهم مثلا اكبر من 5000، تمام؟ فهي راح ترجع لك اما ترو واما فولس. فخلينا نجي نطبعها هنا بداخل اللي هو كونسول دوت رايت لاين زي ما احنا شايفين. رح نيجي نحكي عندنا مثلا هنا انه اول سالريز، تمام، اللي هي greater than 5 مثلا thousands، اوكي. خلينا نجي نعمل هنا بلس زي ما احنا شايفين، تمام. الان بعد هيك راح اجي اسكر من هاي الميثود ونشوف شو اللي راح يصير معك. لاحظ الان انه مش كل الكاستمرز اللي هو السالري تاعهم اكبر من 5000، لاحظ انه اول كاستمر السالري تاعه هو 4000، فبالتالي راح ترجع لي عندي في هاي الحاله اللي هي مين فولس، تمام. فلو جيت عملت كتر و اف 5 راح ترجع لك عندك مين فولس. لكن لو اجيت مثلا هنا حكيت مثلا اكبر، خلينا نجي نحكي من اللي هو 2000، او خلينا نحكي مثلا نعم 2000، وعملت كنترول واف 5 راح تلاحظ انه راح ترجع لك مين فولس، تمام. اذا هذا هو مين اللي هي الفكره. طبعا هون رجعت مين فولس، ليه؟ لانه انا هون حاط مين 5000، لو غيرناها لمين ل 2000 راح تلاحظ انه هون عندك 4 7 5 6 3، لاحظ انه هون 2000، فاذا كل السيلز الموجودين عندي هون لكل الكاستمرز السيلز تاعهم هو اكبر من 2000 زي ما احنا شايفين. فلو عملنا الان كنترول واف 5 مباشره راح ترجع لك مين ترو، تمام. فاذا هاي الميثود بامكانك تستخدمها بدل ما انك تستخدم الفور ايتش وعمليا تعمل اتريشنز على ما بداخل الليست، اوكي. في عندي انذر فانكشن مفيده اللي هي از ريد اونلي. هاي الميثود هي بترجع لك اللي هي ريد اونلي رابر، تمام، فور ذا هي كرنت كولكشن، تمام. طبعا يتم استخدام هاي الميثود اذا انت كان في عندك اذا ما بدك انت الكلاينت كود يعدل على مين على هاي الكولكشن، ماشي. مثلا انت ما بدك يضيف مثلا على هاي الليست، ما بدك يعدل على مين على هاي الليست، بدك اياه فقط انه يقرا من مين من هاي الليست. فعند هاي اللحظه تقدر تستخدم مين الاد ريد اللي هي اونلي، تمام. خلينا نشوف مثال بوضح عن كيفيه استخدام مين هاي الميثود. في البدايه راح انا اجي احكي عندي هنا حتى اجي استخدمها، في عندي اللاست اللي هي ليست كاستمرز دوت، خلينا نشوف اللي هي ريد اونلي، هي اسمها اد ريد اونلي. ولاحظ انه الاد ريد اونلي ميثود هي بترجع لك اللي هي داتا تايب اللي هي زي ما احنا شايفين اللي هي ريد اونلي كولكشن اوف كاستمر، فبالتالي لابد انك تخزنها في ريد اونلي كولكشن اوف كاستمر. فراح نيجي نحكي عندنا هون راح يكون في عندي هون ريد اونلي كولكشن اوف كاستمر، اوكي، تمام. ولاحظ انه هاي اللي هي ريد اونلي كولكشن كاستمر، تمام، لاحظ انه هاي تمام هي موجوده. لو اجيت هنا مره ثانيه فتحت الانجل براكت، لاحظ انه هي موجوده داخل السيستم دوت كولكشنز دوت اوبجكت موديل، تمام. فبالتالي لابد انك تستخدمها بالنيم سبيس، فلابد انك تعمل هنا اللي هي يوزنج اللي هي سيستم دوت كولكشنز دوت اوبجكت موديل حتى تقدر تستخدمها. وطبعا التايب انا بتعامل معه هو مين؟ هو كاستمر، اوكي، سوري، هون التايب اللي انا بتعامل معه هو مين؟ هو كاستمر. فراح نيجي نحكي عندنا هون، تمام، راح يكون راح اسميها عندي هون ريد اونلي، تمام، خلينا نسميها كاستمرز ايكوال اللي هي ليست كاستمرز دوت از مين ريد اونلي، تمام.
تمام. اذا انا صار في عندي هيك في هاي الحاله زي ما احنا شايفين ريد اونلي مين كاستمرز، لو اجيت مسكت هاي ريد اونلي كاستمرز تمام وحاولت اني اعدل عليها، حاولت اني اعمل مين اد، لاحظ الان انه ما بامكاني، ليس بامكاني اني اعمل مين اد وليس بامكاني ايضا اني اعمل مين ريموف تمام. ما بالتالي عمليه الاضافه وعمليه الحذف على هاي الليست اصبحت مين ممنوعه. ليه؟ لانه هاي الليست من نوع مين؟ من نوع ريد اونلي كولكشنز تمام. لكن لو كانت مثلا مش تمام مش ريد اونلي كولكشن، يعني مثلا لو اجيت انا عندي هون تمام وحكيت انه في عندي هون الليست كاستمرز، لاحظ الان مجرد ما احكي ليست كاستمرز دوت اد، لاحظ انه الاد صارت عندي مين افيلبل. ليه؟ لانه الليست كاستمر هي مش ريد اونلي مين كاستمر تمام. اذا هاي هي تمام اللي هي وظيفة استخدامك للفونكشن اللي اسمه as read only تمام. وطبعا باستخدامك ل طبعا بعد ما تخليها as read only، لو اخذنا read only customers تمام بامكانك انك تعمل access تمام على اي اللي هو خلينا نحكي items باستخدام مين الاندكس تمام. فمثلا بدك مثلا الاندكس مثلا الاول او الاخير او بغض النظر، فبامكانك انك تخزنه طبعا بين type اللي هو customer تمام، وطبعا بتسمي الاسم اللي انت بدك اياه، وامكانك بعد هيك انك تقوم بطباعه مين هذا الايتم، بالتالي ما في عندي اي مشكله. اوكي حتى بامكانك انك تعرف عدد الايتم الموجوده بداخله، مثلا بامكانك تحكي console.WriteLine، خلينا نجي نحكي عندي هون انه تمام مثلا هون انه total، خلينا نجي نحكي هون total items equal ونشوف شو الايتمز الموجوده، فبالتالي رح تيجي تحكي عندك هون read only customers.mean.count اوكي تمام. فبامكانك انك تعرف عدد مين الايتمز موجود، لو عملنا كنترول واقف 5 اعطيك انه التوتال ايتمز كامل موجودين عندي مين هون 5 تمام. خلينا نشوف الفانكشنز الاخيره وهي مهمه جدا. في الفانكشن الاخيره اللي هي بتعرف بالتريم مين اكسس، وطبعا بالتريم اكسس زي ما احنا شايفين انه هاي هي بتعمل لك عمليا ان هي set the capacity to the actual number of the element in the list تمام. If that number is less than the threshold mean value. تمام، التريم اكسس شو بتعمل؟ تريم اكسس خلينا نجي نشوف بشكل عملي، لو كان انا في عندي هون الليست وهي الليست حجمها كم؟ خلينا نجي نحكي 100 تمام؟ واجيت حكيت لك اطبع لي مين الكاباسيتي تاعت مين تاعت هاي الليست تمام؟ فلو اجيت عندي هون حكيت خلينا نجي نطبع الكاباسيتي تاعت هاي الليست، مباشرة رح تيجي تحكي لي console.WriteLine مباشرة انه الكاباسيتي before trimming equal مباشرة رح نيجي تحكي عندها هون list customers dot mean dot اللي هو capacity. الكاباسيتي شو بتمثل؟ بتمثل عدد الايتمز المحجوزين داخل الذاكرة بغض النظر فيهم values ولا ما فيهم values تمام. فأنا هون عندي ايش؟ عندي هون 100، لو جيت عملت كنترول واقف 5 رح تلاحظ انه عندي هون طبع لي كم؟ طبع لي 100 تمام. لكن لما اجي استخدم عندي هون الميثود اللي اسمها trim access تمام، لو اجيت حكيت عندي هون list customers dot اللي هي الفانكشن اللي اسمه trim mean access تمام، وطبعا انه لاحظ ان هي void ما بترجع اي شيء تمام. وبعد هيك اجيت مباشرة حكيت نفس الفكرة، ارجع مرة ثانية اطبع لي مين الكاباسيتي تمام. فشو اللي راح يصير معي؟ اللي راح يصير معي كالتالي انه كتر واف 5 راح تلاحظ انه شو طبع لك؟ طبع لك 5. اذا التريم اكسس شو بتعمل؟ التريم اكسس التريم اكسس عمالة بتروح بتشوف عندك كم ايتمز موجودين داخل الليست، مثلا عندي 100، كم المحجوز؟ المحجوز عندي كم؟ اللي هو في عندي 5، فبالتالي مباشرة التريم اكسس راح مباشرة ترجع تمام تعمل تمام زي ريلوكيشن، او خلينا نجي مباشره رح تحجز لك فقط تمام اللي هو ليست بعدد الايتمز اللي لهم فاليوز فقط تمام. اذروايز تمام بالتالي راح تعمل زي ما نحكي تمام باقي الايتمز المحجوزين راح تشيلهم من مين؟ من الميموري تمام. طبعا هذا الحكي راح يوفر عندي بشكل مهم جدا او تمام من ناحيه مين؟ من ناحيه الميموري تمام. طبعا بدا طبعا لو كان في عندي هنا، لو كان في عندي هنا 100 ايتم تمام، وانا كان في عندي هنا خلينا نجي نحكي مثلا، خلينا نحكي مثلا 90 كاستمر تمام، او خلينا نحكي مثلا 97 مثلا كاستمر، واجيت نفذت لك تريم اكسس، هل راح تتنفذ التريم اكسس؟ لا. فنلاحظ انه التريم اكسس راح تتنفذ بالاعتماد على ثريشولد معين. فمثلا اذا كان مثلا عندك هنا عدد معين داخل الليست، فاذا كان عندك عدد الايتمز
الموجودين بشكل فعلي اللي لهم values تمام بتجاوزوا مثلا 90% او خلينا نحكي 90% فما اكثر، فبالتالي التريم اكسس لن تنفذ. ليه؟ لانه بكون عدد الايتمز الفاضيين تمام ما بيستاهلوا انك تيجي تعملهم ريلوكيشن تمام. لكن اذا كان مثلا عندك 3 ايتمز فقط مثلا، او خلينا نحكي مثلا عندك عدد اقل من الايتمز اقل من 90% من هاي الليست إلهم values، فبالتالي عملية trim access راح تنفذ تمام. فاللي بدي أحكيه إنه trim access بتعمل لك minimize للcollection memory تمام، بحيث إنه هي راح تعمل لك راح تحجز لك فقط حسب عدد العناصر الموجودين فعليا بداخل مين، بداخل اللي هو list تمام. بحيث طبعا راح تعتمد على thresholding تمام. يعني مثلا لو كان في عندي list معينة وكان في عندي 90% من هاي الايتمز الموجودين طبعا تمام في لهم values، بالتالي trim access راح تتنفذ. اذا كان اكثر من 90% معناته trim access ما راح تتنفذ تمام. طبعا trim access راح تحجز لك اللي هو عدد من الايتمز تمام، بحيث انه عدد الايتمز اللي لهم values. مثلا هنا في عندي 5 ايتمز، بالتالي هي راح عمليا ما راح تنشئ لك ليست بحجم 100 مباشره، راح يتحول لك اياهم من 100 عنصر، راح تحجز لك فقط اللي هي بداخل الليست اللي هي 3 او 5 كاستمرز تمام. فبالتالي هي وفرت علي اللي هي من الليست تمام. إذن هاي هي بشكل مختصر مين اللي هي التريم اكسس. التريم اكسس بتحجز لك اللي هي عدد من العناصر تمام تمام، عدد العناصر هذول بيكونوا فعليا لهم values تمام. يعني مثلا هون عندي 100 elements، انا هون في عندي 5، معناته ايش لما اعمل trim access معناته هي فقط راح تحجز لك راح تخلي داخل الليست فقط 5 items تمام، وال 95 الموجودين عندي هون راح تعملهم مين drop من الميموري تمام، راح تعملهم relocation. لكن لو كان في عندي هون 95 item واجي انفذ التريم اكسس ما راح تتنفذ. ليه؟ لانه راح تكون كلفه التريم اكسس هي مكلفه جدا تمام، فبالتالي ما في داعي اعمل ريلوكيشن لانك انت تجاوزت 90% او تجاوزت الثري شولدنج اللي هي الخاصه بمين بالليست تمام، لانه اغلب الليست هي تقريبا ممتلئه، فما في داعي اني اعمل مين تريم مين اكسس. ليه؟ لانه كلفه اللي هي ريلوكيتنج او خلينا نحكي ريلوكيشن تمام اللي هي للايتمز الموجودين داخل الليست راح تكون مكلفه مين جدا تمام. فهو بيعتمد على مين، على ثري شولدنج، وطبعا هاي ثري شولدنج ممكن تتغير تمام حسب طبعا اللي هو مايكروسوفت. اوكي اخيرا thanks for listening and have a great day.